مرحبا حبايبي، هذا اليوم صورته أول يوم العيد، بس ما نزلت الفيديو لأن بحس أكتر الناس ما بتفتح يوتيوب يعني بالعيد، ما بتتفرج على فيديوهات. يعني أنا مثلا ما بفتح بالعيد يوتيوب، فقلت لحالي بنزله بعد العيد لحتى تشوفوا كيف كانت الطقوس. هلأ هون الصبح نزلنا لحتى نروح على الجامع ونصلي صلاة العيد، إن شاء الله كل عام وأنتو بألف ألف خير يا رب، وينعاد عليكم بالخير والصحة. هلأ هون رحنا على الجامع وصلينا صلاة العيد، وكانت الأجواء كتير كتير حلوة. طبعا هون بحس أنا يعني كل الناس ما بتكون نايمة، يعني ناس هيك من فرحة العيد بتضل قبل بيوم فايقة، وطبعا ناس بيرجعوا دغري بيطبخوا. نحنا أول يوم العيد نحب نعمل أكلة لبن، مثل كمان بعد الفطر وبرمضان دائما أول يوم نحب نعمل شاكرية. هلأ هون جبت اللحمة نزلتها بمي سخنة عم تغلي لحتى تطلع الزفرة وقش الزفرة. هلأ أنا قلت لكم أنا كل أكلات اللبن بحبها، يعني بعشق كل أكلات اللبن، فلهيك بكون مستمتعة أنا عم بعملها. هلأ هون أنا يعني عم قيم الزفرة بكل معلمية. طبعا الزفرة لازم نقيمها منيح لأنه نحنا ما حنغير المي، يعني ما حنكب المي ونحط مي جديدة. هلأ هون بنحط المطيبات اللي هو بصلة، بنحط ورق غار، عود قرفة وحبهان، وبنحط فلفل أسود اللي هو الحب. هذا الحب أنا بعشقه، حتى بحب هيك يعني نحطه على الأكل. يعني هلأ هون بحط بعد ما هيك استوى عنا اللحمات، بحط بصلة ناعمة كتير، أطيب شي بالشاكرية طعمة البصل الناعم. هلأ هون قمت البصلة الكبيرة اللي كانت، لحتى لأنه بعدين هدول مثل ما هنن رح صفيهم يعني من هنن المطيبات وبعدين حطهم باللبن. طبعا اللبن صار عندي يعني عادي جدا، يعني صرت انا بعرف اطبخ اللبن بكل ايزي. فهون جبت اللبن كليين لبن، حطيت عليهم نشا وخفقتهم وحركتهم منيح لحتى تعضل ايدكم. وهلا حطيت اللحمه والبصل الناعم، طبعا يعني ما شاء الله يعني طلعت طيبه كتير، لانه اللبن بس يكون اللبن ظريف واللحمه طيبه واللي عم تعمل الطبخة شاطرة تطلع الأكلة غير شكل. هلأ هون بعد ما صارت عنا شاكريين ومست تحت هيك لتغلي بس هيك غليتين، ورح أعمل الرز. يعني كمان الرز أنا بالنسبة لإلي صار سهل كتير وبسيط. حطيت هون 3 فناجين رز، وهلأ عم بغسلهم بمي دافية هيك لحتى يطلع النشا، يعني تقريبا شي 7 مرات بكب الميات. ما بعرف ليش 7 مرات، بس انا بسمع ماما هيك بتقول انه احسن انه 7 مرات. هلا بقول لي تركتهم طبعا نص ساعه للرزات يعني ينقعوا. وهون عم بعمل الشعيريه، انا بحب الشعيريه لما احمصها يعني يطلع لونها غامق، يعني ما بحب لما اخر شيء يستوي الرز تطلع شقره فاتحه. هلا هون بعد ما صفيت الرزات نزلتهم على الشعيريه ورح اقلبهم شوي لحتى بس هيك يعني انه تصير كل هيك رز يعني مفلفلين، يعني تصير كل رزة لحالها ما يلزقوا ببعض. وبعدين بضيف المي. طبعا هلا كل الناس صارت تعرف تعمل الرز، يعني ما عاد انه شي صعب. وملح مثل ما قلت لكم، ملح قد ما الواحد كتر بالرز بحس ما بيبين، يعني ما بيطلع مالح. بس عن جد يعني كتير كتير هيك ممتع انه انت بعد ما ترجع من صلاة العيد تعمل الشاكرية، وبعدين ممكن تنام بتفيق مثلا بيجون عندك الناس وهيك، بس بتكون انت طابخ ومأمن على الطبخة. هلأ هون بعد ما خلصت وسكبتهم، يعني انا الشاكرية بحبها كمان كتير. ليش؟ لانه البصل، يعني حتى بحب اوقات اكل بس اللبن والبصل، يعني كتير كتير البصل بيعطيها طيابة. هلأ هون عم ورجيكم انه كيف الرز مفلفل. يا جماعة عن جد ما بعرف، يعني انا اكلات اللبن ما بعرف ايش كل هالقد بحبها، يعني عن جد يعني احنا لازم كل اسبوع نعمل اكلات لبن. يعني صحن كلاتهم بس 4 اكلات، يعني مالهم كتار، بس يعني لازم نعملهم كل اسبوع. هلأ هون يعني ما شاء الله اللحمة يعني طرية كتير، وهلأ برجيكم يعني
كيف هيك طلعت معي طرية. هلا في شغلة أنا نسيت لكم عليها، إنه ماما بتقلي إنه اللحمة إذا بدنا إياها تستوي بسرعة بنحط بذرة تمرة. هلا نحنا كان عنا كم تمرة زايدين يعني، فماما حطتهم للبذرات، حطتهم بصحن قبل بيوم مشان إنه تاني يوم نحطهم للحمة. فأنا المسا فقت فقت المسا وتفالحت عم آكل يعني، فعم أجلي الجليات اللي أكلت فيهم يعني، قام شفت الصحن وعليه بذرة تمر، قام رحت كبيت التمرات كبيت البذرات يعني وجليت الصحن. انا هون نسيانه انه ماما حاطتهم مشان اللحمه، فتاني يوم قالت لي اختي شو هالكترة الغلبه، ليش عم تجلي الصحن مشان وكبيتي البذرات. بس يلا ليكون استووا، ما احلى. هون شايفين كيف طلعت اللحمه بتشهي. وطبعا هون المساء حطيت هيك صحن بطيخ وصبارة، لان عن جد اكتر شي بيروي القلب بالصيف هو البطيخ والصبارة. يعني انا كل يوم كل يوم بقدر اكل نص بطيخة لحالي على قد ما بترويني. ان شاء الله يكون عجبكم الفيديو وحبيتوا الشاكرية اللي عملتها، ولا تنسوني حبايبي من دعمكم بالاشتراك واللايك، وشيروا فيديوهاتي للناس اللي بتعرفوهم.